صدر عن صاحب السمو الملكي الامير خليفه بن سلمان خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه قرار رقم سبعه لسنه 2018 بتعيين مدراء في الهيئه الوطنيه للنفط والغاز ونصت الماده الاولى من القرار على انه يعين في الهيئه الوطنيه للنفط والغاز كل من السيد محمد سعد عبد الله الهاجري مديرا لاداره الموارد البشريه والماليه السيده عز احمد علي المناعي مديرا لاداره التخطيط والتطوير السيد عبد العزيز عبد القادر محمد سعيد مديرا لإدارة اداره تطوير الصناعات البتروليه السيد عدنان سعيد محمد المخرج مديرا لاداره تطوير الاستكشاف والانتاج